Bonjour, je m'appelle Aya. Aujourd'hui, on va vous présenter un ensemble de manières de recyclage des ordures. C'est un bonhomme de neige fabriqué avec des sacs qu'on a remplis de papier déjà utilisé. On a utilisé de la colle et du coton et on a décoré. C'est un miroir fabriqué avec des sacs, avec des verres et des cuillères. J'étable pour obtenir un miroir sous cette forme. Merci. يا سين طيطة سأقدم لكم بعض المنتوجات التي تم إعادة تدويرها من النفايات الورقية والكرتونية والبلاستيكية. هنا استعملنا مجموعة من أوراق الجرائد والمجلات التي قمنا بلفها وإلصاقها. أشكلناها على شكل مزهرية وحاملة أقلام. وهنا وسيلة متعددة الاستعمالات. وهنا صنعنا إوزة ورقية إذ قمنا بثني الأوراق وتركيبها فوق بعضها. وهنا كما صنعنا لوحة فنية من الكرتون ومجموعة من سدادة القنينات البلاستيكية التي قمنا بإلصاقها وزيناها على شكل دلفين. Aujourd'hui, on vous présente un ensemble des manières de recyclage des ordures. Je suis CM1 à l'école de Spinoza. Ici, on a le système solaire. Ça, c'est le soleil avec deux plates carton et des feuilles. Ici, on a la planète avec des roches. Et ici, on a des cailloux et un peu de carton et des étoiles. Ici, on a le volcan avec une grande bouteille et une grande tasse qui sont déjà utilisées et un peu de plâtre et un peu de la peinture, de feuilles de journal. Ici, on a trois tableaux avec le roche et les pierres et les cailloux et un peu de la peinture. Merci de votre visite. رشيدة عطاري، المديرة التربوية لمجموعة مدارس سبينوزا الإيكولوجية، مؤسسة حصلت على اللواء الأخضر للموسم الدراسي 2018-2019. تمت مشاركتنا في هذا البرنامج. كان هدفنا سامي، الهدف منه هو تحسيس التلاميذ والتلميذات بالرهانات البيئية وخلق وعي في سلوكياتهم تجاه البيئة. المشاركة ديال التلاميذ في المؤسسة كانت عندها واحد الطابع جد يعني متمكن. على مدار الساعة تبينت تغير سلوكاتهم من خلال هذا البرنامج، من خلال وعيهم بالحفاظ على الطاقة والحفاظ على ترشيد استهلاك الماء كذلك وتدبير جيد للنفايات. كأمثلة اللي شفتوا معنا في البرنامج غادي تلقاو أن جميع التلاميذ كيحاولوا أنهم يقوموا بالترشيد الجيد للماء والكهرباء وكذلك لتدبير جيد للنفايات. بصفة عامة ما بقاش كنستهلكوا كل أوراق، ما بقيناش كنستهلكوا كل بلاستيك، وهذه سلوكات جيدة نقلناها من المؤسسة إلى بيوتنا كذلك. وشكرا. أولا شكرا للطريق والجهوية بريس
على التغطيه ديالها اللي كتصاحبنا دائما في جميع التغطيات، مشكوره. التواجد ديالنا اليوم بمدرسه سبينوزا هو مساعدتها في رفع اللواء الاخضر، والتواجد ديالنا اليوم مره اخرى بدا هو اننا كنرفعوا معها هذه الطريقه اعتمدناها مع السيد المدير الاقليمي مشكور، هو ان جميع المؤسسات اللي كتستلم شارد لواء اخضر سواء جهويا ولا اقليميا كنصاحبوها، طبعا هي حسب البرنامج ديالها هي اللي كديرها، كنصاحبوها وكنرفعوا معها اللواء وكنشوفوا معها الانشطه البيئيه وكنشوفوا السلوكات البيئيه كيف ما شفتوها، تبارك الله عليهم.